بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لخريج البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري، جاءت مبادرة ابدأ بمحافظة سوهاج لتدريب الشباب على مجموعة من المهارات والحرف اليدوية لتخريج دفعة من العاملين المصريين على دراية بالمعايير العالمية والدولية. النهاردة شايفين عدد كبير من القوى العاملة بيتدربوا، هم جايين من مراكز مختلفة، يعني هم مش من بس من مركز سوهاج، لا ده في من مركز دار السلام، في من مركز طهطا، في من مركز سما وهكذا. جينا النهارده نزلنا شفناهم، شفنا اعمال التدريب، شايفين الدعم كبير من مؤسسه حياه كريمه وعدد كبير من اعضاء المؤسسه مشرفيننا النهارده متواجدين بيتابعوا الورشه التدريبيه. الحقيقه المبادره دي كانت طوق نجاه، طوق نجاه لمحافظه سوهاج. اقول لك ليه؟ لانه المبادره دي كان محافظه سوهاج من اكثر المحافظات اللي هي فقيرة بنية تحتية، فقيرة في الصحة، يعني المحافظة كانت متدمرة نهائيا، متدمرة بنية تحتية بالكامل. لما حضرتك تتكلم على رأس مال أو ميزانية تيجي المحافظة بما يعادل 60 مليار جنيه، ده كان احنا في العهد اللي قبل كده كان تقريبا 200-300 مليون جنيه، احنا بنتكلم في 180 ضعف، فده يعني ده طوق نجاة. كنا محتاجين كأبناء سوهاج، يعني احنا كان لنا الحظ انه احنا في اليوم النهارده يوم جميل بصراحه، بتخرج المتدرب المؤهل فعلا لسوق العمل. مش بس هو هيستفاد منها بس اللي هو صاحب المهنه او الحرفه دي، لا ده هو هيفيد الشارع بتاعه، هيفيد المركز بتاعه، هيفيد المحافظه بتاعته، وهتبقى على مستوى الجمهوريه طبعا. بشوف على ارض الواقع حاجات جميله انا لمستها بذات نفسي، شاب من شباب محافظه سوهاج، شايف حاجات جميله وملموسه زي ما انتم شايفين الطلبة ونخبة المتدربين والمدربين على أكمل وجه. من خلال مكاتب مؤسسة حياة كريمة الموجودة في المحافظات يقدر الشاب ان هو يشوف المبادرة ويشوف الورش المتاحة اللي هو حابب ان هو يسجل فيها، واحنا من خلال الاتصال بيهم ومن خلال عقد بعض اللقاءات معاهم بنبدأ يا إما عملية توجيه للشباب الحاجة اللي ممكن تكون مناسبة ليه أكتر، أو بنوفر له على طول الفرصة إذا كانت متاحة. مشاركة واسعة من الشباب في مبادرة ابدأ وسط إشادة كبيرة لورش العمل التي ستتيح فرص عمل وتنمية لمهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل. كده بتزود فرص العمل إن هي بتبقى متاحة، لأن احنا بنتعلم صنعة مثلا وكده، ففي مجال ان احنا نشتغل طبعا كل واحد بصنع اللي هو بيتعلمها. المبادرة تأتي في اطار الاهتمام بملف الصناعة وكيفية تطويرها بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.